بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. لما عودناكم كل يوم حد واربع بالثانيه والدقيقه بنكون معاكم من 8 ل 9 ونص عشان نتناول اهم الاخبار في الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. احنا بقى لنا اسبوعين ما تقابلناش، كان بيتصادف مباريات كره القدم لنادي الاهلي في نفس التوقيت، فما كناش بنطلع لمده اسبوعين معاكم، وحشتونا الحقيقه. خليني اقول لكم البرنامج النهارده عباره عن ايه. عندنا نصين في الحلقه، في المقدمه في اخبار طبعا بتهم جمهور النادي الاهلي والتقارير ايضا صورناها بكاميرا الابطال. النص الثاني طبعا هيكون ضيفنا الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. الحقيقه النادي الاهلي من الانديه القليله في مصر اللي عامله هذا النظام، مجلس الاداره بيدي الصلاحيات كامله لمدير النشاط الرياضي المسؤول عن الاشراف عن اكتر من 13 لعبه رجال وسيدات بناشئينهم داخل النادي. مسؤوليه كبيره جدا ملقاه على كابتن رؤوف عبد القادر، مسؤوليه امام النادي وامام اللاعبين واللاعبات، ومسؤوليه ايضا قدام الجمهور، مسؤوليه ضخمه ملقاه على عاتق كابتن رؤوف هيكون معانا في النص الثاني، هيجاوب على كثير من التساؤلات اللي بتسالها جمهور النادي الاهلي وايضا اللي تهم جماهير النادي الاهلي من الناحيه الفنيه ومن الناحيه الجماهيريه. طبعا في البدايه الحقيقه احنا طبعا زي ما قلنا بنغطي الالعاب الاخرى، بس كره القدم زي ما قلنا هي الاساس بالنسبه لنا. ماتش يوم السبت احنا هنتكلم كجمهور، سواء انا او فريق الاعداد او فريق البرنامج بالكامل. احنا طبعا قلوبنا مع فريق كره القدم يوم السبت ان شاء الله، كل التمنيات والدعاء بالتوفيق. محتاجين افريقيا، بس الحقيقه انا عندي رسالتين، رساله للعيبه ورساله للجمهور. اولا المباريات النهائيه وقبل النهائيه الكبيره دي لا تحسم فنيا فقط، ولكن بتحسم بالروح. لازم اللعيبه تكون على قلب رجل واحد. صدقوني اي 11 لعيب هيتحطوا في الملعب المستويات الفنيه متقاربه. احنا النادي الاهلي احنا احسن فرقه في افريقيا، عناصر ولعيبه وكل شيء وجهاز فني الحمد لله رب العالمين. اي 11 لعيب هيلعبوا الفنيات مش بعيده، ولكن هي الروح، انكار الذات. مش مهم مين يلعب، والله لو عم حارس اللي هيجيب الجون كلنا وراه لغايه ما يحط هو الجون عشان نطلع كسبانين. مش مهم مين اللي يلعب، مش مهم مين اللي يأدي، كلنا رجل واحد. طب الروح بتبان فين؟ بتبان في الدفاع، الدفاع ثم الدفاع ثم الدفاع. ما يجيش فيه اجوان وان شاء الله هنسجل احنا اجوان. اهم حاجه الروح ونبقى على قلب رجل واحد، وهي دي اللي بتحسم البطولات النهائيه والقبل النهائيه. البطولات اللي من طراز او المباريات اللي من طراز حماسي وجماهيري بتحسم برقم واحد الروح. دي رسالتي للعيبه، يا رب ان شاء الله تكونوا سامعينا. رسالتي الثانيه للجمهور، جمهور النادي الاهلي العظيم. المباراه مش 90 دقيقه، المباراه 180 دقيقه، 90 هناك و90 هنا. مهما كانت النتيجه راحت جت في ثانيه الدنيا بتتقلب. لازم دعم غير محدود للاعبين والجهاز الفني. ناجل اي يعني انتقادات او اي امور نتكلم فيها كجمهور على السوشيال ميديا. لازم نوصل للجمهور، لازم نوصل للاعبين والجهاز الفني المسانده الجماهيريه، ونعمل حاله حلوه حوالين الجمهور من هنا ليوم السبت لغايه مباراه العوده. ايضا نعمل حاله حلوه، الجمهور يعمل حاله من الدعم المتواصل للفرقه وجهازه الفني. كلنا معاكم وان شاء الله يا رب نفرح كلنا ببطوله افريقيا. معلش دي مقدمه احنا بنقولها على كره القدم، لان احنا في الاول والاخر مشجعين للنادي الاهلي. خلينا نرجع لاخبارنا، يمكن هنبتدي بكره اليد. كره اليد طبعا زي ما قلنا الفريق عندنا عمل، فريق كره اليد رجال عمل تدعيمات، بدا الدوري الممتاز او الدوري الممتاز بدا للسنه دي، السنه اللي فاتت لسه ما تلعبش دوري المحترفين. طيب احنا عندنا مباراة بكرة مع نادي سبورتنج في اسكندرية، مباراة مهمة، يمكن دي أقوى مباراة في الست مباريات للفريق الأول اللي لعبهم الخمسة اللي فاتوا، ودي أقوى مباراة سبورتنج، وهتبقى تدريب كويس. بس للأسف عندنا خمس لاعبين غايبين للإصابة، إسلام حسن، محمود نعمان، أحمد راضي، ممدوح طه، عبد الرحمن حميد، غايبين عن المباراة. مفيش مشكلة، الكابتن طارق محروس صعد من فريق 2000 بعض اللاعبين عشان يسد العجز، بس ما فيش مشكله ان شاء الله الفرقه جاهزه او الفرقه ان شاء الله قادره انها تحسم المنافسه بكره باذن الله. طيب مين مجموعتنا بسرعه؟ سبورتنج الاولمبي، المعادي، اصحاب الجياد، البنك الاهلي، الظهور، بورسعيد، الشمس. كل التوفيق طبعا لفريق كره اليد رجال بقياده الكابتن طارق محروس. الحقيقه كانوا معانا لو تفتكروا من حلقتين الصفقات الجديده، ان شاء الله متوسمين خير في فريق كره اليد رجال السنه دي. طيب نروح لكره اليد سيدات، الفريق اللي السنه اللي فاتت عمل ريمونتادا كبيره ورجع ولعب مع الشمس مباراه نهائيه وكان يقدر يحسم الدوري في الوقت اللي كان عنده مشاكل واصابات.
فريق كرة اليد بقيادة الكابتن يحيى يوسف طبعا هزم شامبيون الرحاب، فريق شامبيون الرحاب بنتيجة كبيرة 32-3. يمكن دي بداية موفقة. الشوط الأول خلص 17-1. الدوري مكون من 16 فريق هيلعبوا رايح جاي، هياخدوا الأربعة الأوائل، هيطلعوا على دوري السوبر أربع فرق. الحقيقة يعني بنتمناهم كل التوفيق. كابتن يحيى يوسف عامل تمارين كويسة، عامل ماتشات، مستعد بشكل جيد، إن شاء الله الموسم ده يكون أفضل. طبعا كاميرا الأبطال كانت موجودة مع بطلاتنا طبعا في ماتش الشامبيون الرحاب، سجلنا التقرير ده، نشوفه ونرجع لحضراتكم. الموسم اللي فات طبعا احنا قفلنا الصفحه خالص الحمد لله يعني، وتركيزنا على الموسم ده وهدفنا مع اللعبات ان شاء الله الاول، ومركزين جدا لدرجه ان الحمد لله الدوري جاي تدريجي بالنسبه لنا كماتشات مش قويه او ضعيفه شويه، بحيث ان هي جايه تدريجي، بحيث ان الماتشات الضعيف في المتوسط في الجامعي بعد كده. طبعا اكيد هدفنا هو الاول، هو الاهلي معودنا الاول. السنه اللي فاتت حصل دروب، اول مره يحصل بقاله فترة كبيرة جدا من أكثر من 20 سنة، بس الحمد لله تدرجنا الموضوع إن شاء الله، ومفاهمين اللاعبات إن النادي الأهلي ما يحصلش فيه كده، وإن شاء الله الدوري إن شاء الله والكأس يرجعوا للأهلي تاني. في حد جاي إن شاء الله من خارج مصر إن شاء الله، جاي كمان يومين إن شاء الله، يوم الثلاثة الجاي إن شاء الله ربنا يكرمنا فيه يعني. وفي طبعا عودة غدا حارس مرمى، كان جول منتخب مصر، وجات السنة دي برضه رجعت، كانت هي إجازة وهي كانت اعتزلت ورجعناها تاني. عندي اصابات طبعا، بقى لهم كام ماتش ما بيلعبوش، عندي ناس عاملين عمليتين، يارا شحته واي حوش طبعا مصابه، عندي من خالد وعندي شادي شارب مصابين، بلعب من غيرهم، عشان كده كمان بستعين بالشابات اللي هم 2002 معايا، وكده كده 2002 هم معايا اصلا، هم بيتمرنوا معايا، في اربع بنات وخمس بنات بيتمرنوا معايا. احنا الحمد لله كابتن يحيى عمل لنا برنامج قوي قوي من الاعداد يعني، جيم وتراك وكل حاجه، ويعني بنحاول نحسن على كل نقط ضعف حصلت لنا السنه اللي فاتت عشان نبقى احسن يعني، فبنحاول نبص على كل حاجه وقعت مننا عشان نبقى افضل ان شاء الله. نوعيده ان احنا نجيب البطولات كلها السنه دي، وان احنا هنيجي على نفسنا جامد وهنجتهد عشان نعوض السنه اللي فاتت باذن الله، عشان طول عمرنا الحمد لله الابطال يعني. مستعدين استعداد قوي، هدفنا ان احنا ان شاء الله، احنا كده كده مشينا واحده واحده، بس ان شاء الله هدفنا ان احنا يعني نفرح الجمهور ونعمل حاجه السنه دي وناخد الاربع بطولات دي. مباريات يعني في الاول كده بتبقى تجريبيه، بس الحمد لله يعني عاملين شغل كويس يعني وجامد، تجربه حلوه جدا، وباخد خبرات منهم، هم كلهم بيساعدوني، ما حدش او ما طلعت كان واقف ضدي، كله كان بيرفعني وبيساعدوني معاهم، فده طبعا فرق معايا في الملعب، وبيخليني اطلع كل حاجه عندي عشان ادي الفرق. الموسم اللي فات دي حاجه كانت دروب ما بتحصلش لينا كتير، احنا كده كده متعودين احنا اول ونشتغل على كده، فاحنا ان شاء الله الموسم ده هنرجع لكده يعني، والاربع بطولات هيبقوا عندنا ان شاء الله. كل التوفيق طبعا لفريق الاول كره اليد السيدات وكابتن يحيى يوسف. والحقيقه الخبر الثاني مرتبط ايضا بكره اليد السيدات، يمكن النادي الاهلي تعاقد النهارده مع سندس حشانه لاعبه الافريقي التونسي ولاعبه منتخب تونس سنتر هاف، اللي بتقيد اختراق الدفاعات والتسويب من بعيد. كانت صفقة مهمة جدا النادي الاهلي حسمها ووقعت النهارده سندس، ودي طبعا لحظات او مراسم توقيعها النهارده اللي كانت في النادي الاهلي مع الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي اللي هيكون معانا ايضا في النص الثاني من حلقتنا. سندس اضافة قوية، وده لو دل فبيدل على دعم ادارة النادي ومجلس ادارته لهذا الفريق عشان ان شاء الله نرجع تاني للمركز الاول. يمكن زي ما قلنا ان الفرقه عندها مشاكل، كان اصابات، يمكن كان عندها تغيير جيل وتاني، بس ان شاء الله قادرين على حسم ان شاء الله الدوري السنه الجايه والعمل على كده. طيب احنا بنتمنى لها كل التوفيق سندس، وان شاء الله هنحاول تكون معانا، واكيد هنعرفكم بيها اكتر ونقرب منها ونشوف طموحاتها مع النادي الاهلي. يمكن احنا عودناكم الصفقات الجديده كانت معانا وقربتوا منهم سواء يد او سله، اكيد سندس هتبقى معانا، واكيد هنقرب من صفقاتنا الجديده نشوف احلامهم ايه هتكون مع النادي الاهلي. كل التوفيق ليهم طبعا. نروح لكره السله رجال. كره السله رجال حقيقه حاجه ما شاء الله جميله، تفرح طبعا بعد انضمام الصفقات الجديده واللعيبه اللي موجودين ايضا
تعاقداتهم سارية من قبل، الفريق بقى حاجة جميلة جدا جدا. الفريق طبعا الفريق الأول فاز بثلاث مباريات في الدورة المجمعة الأولى اللي كانت على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، فزنا على الزهور وطنطا وطلائع الجيش. والحقيقة في مباراة كمان شغالة دلوقتي في الدورة المجمعة الثانية اللي بتلاقي في طنطا مع الزهور. اكيد لو خلصت اثناء الحلقه نقول لكم النتيجه، بس احنا ان شاء الله مطمنين على فرقتنا، الفرقه شكلها كويس. كابتن اشرف توفيق وزع الحمل، في لعيبه كمان ناشئين شفناهم طلعوا لعبوا مع الفريق الاول. الحقيقه شكل الفرقه ما شاء الله يفرح، ينقصنا التوفيق، ينقصنا الهارموني مع بعض عشان ان شاء الله نقدر السنه الجايه نحقق الحلم اللي ما قدرناش نحققه السنه دي، بس كلنا ثقه ان شاء الله في اللاعبين والجهاز الفني. نروح على مرتبط كره السله. يمكن كره السله سنة بيبقى المرتبط فريق 18 والسنة اللي بعدها بيبقى فريق 16. طب ليه الاتحاد بيعمل كده؟ عشان حسب بطولة أفريقيا اللي جاية إيه؟ يعني في بطولة أفريقيا اللي جاية 18 سنة، فكان المرتبط بتاع السنة اللي فاتت هو 18 سنة. بطولة أفريقيا اللي جاية بعديها هتبقى 16 سنة، فالمرتبط السنة دي هو 16 سنة. كل سنة بيتغير على حسب الارتباطات الأفريقية، وده فكر يعني طبعا أكيد يحترم. طبعا الفريق فاز بالثلاث مباريات بتاعه الجوله او المدوره المجمعه الاولى. طبعا كابتن اسلام الكيلاني المدير الفني فاز بالثلاث مباريات الاولى في صاله الشهداء، الصاله الصغيره طبعا في النادي الاهلي، وفاز النهارده ايضا على الزهور بالعلامه الكامله. طبعا اللاعبين بيضموا مجموعه مميزه جدا من اللاعبين اللي ليهم مستقبل كبير. وطبعا زي ما عودناكم هنكون في كل مكان مع طبعا ابطالنا او ناشئنا، وبنقف طبعا مسافه واحده مع نجومنا كبار والملايين وايضا ناشئنا. لازم طبعا الناشئ يبقى له قدوه ويحس ان احنا قريبين منه. كاميرا الابطال كانت مع ناشئي او فريق مرتبط لكره السله، صورنا التقييد، نشوف وارجع لحضراتكم. السيزون ده مختلف في كل حاجه. بدايه السيزون مطلوب منك في شهر واحد تعمل اللي انت المفروض تعمله في ثلاث شهور، فدي كانت تجربه صعبه ومحدش مر بيها قبل كده عشان تاخد منه خبرات. فاجتهدنا الحمد لله ان احنا نقدر نوصل بالولاد يبقوا شكلهم كويس، وفي نفس الوقت يحصل انسجام بينه وبين بعض، لان احنا دول جيلين، دول كانوا فرقه 2005، دول فرقه و2006، دول فرقه، فاول مره الجيلين دول يدخلوا مع بعض، فكان مهم جدا ان انت تعمل انسجام وتعمل الشغل بتاعك، ويبقى الكلام ده كله في وقت ضيق اللي هو وقت الشهر. وعلى طول طبعا بطوله المرتبط دي بطوله مهمه للنادي ولينا كلنا، فكل دي كانت ضغوط. الحمد لله الولاد قدروا يتكيفوا معاها وقدروا يشتغلوا في الفتره دي وتحملوا الشغل ده، والحمد لله يعني المنظر اعتقد مش وحش. يعني احنا ان شاء الله الفرقه بتعمل اقصى ما عندها طول الوقت، بتبذل هارد وورك، هو ده اللي احنا بنطلبه من الولاد، وده سبيل الطريقه او الوسيله اللي انت تقدر تحقق بيها البطوله ان شاء الله، وربنا يكرمنا بالبطوله ان شاء الله. لعبنا ثلاث ماتشات وفوزناهم الثلاثه، واحنا تعبنا قوي، واحب اشكر الفرقه والكوتش اللي هو ادانا الفرصه اللي نلعب معاه واحنا نتمرن معاه، وان شاء الله في جديد ولسه مكملين ومرتبط معانا ان شاء الله. الحمد لله النهارده قدرنا نكسب المباراه يعني بعد الكورتر الثاني وهي محسومه يعني الحمد لله يعني. وفي خطتنا الجايه عندنا جوله ثانيه في طنطا، هنعسكر هناك ثلاث ماتشات برده، هنلعب نفس الثلاث فرق اللي لعبناهم زهور طنطا والجيش. هو اللاعب رقم واحد طبعا جمهور النادي الاهلي، يعني احنا ان شاء الله نكسب بطوله مرتبط وبطوله المنطقه والجمهوريه، ده اللي احنا نقدر عليه برده. كل التوفيق طبعا لقطاع كرة السلة. الحقيقة السنة اللي فاتت لو تفتكروا احنا خدنا الدرع العام لكرة السلة رجال وسيدات، يعني مجموع نتائجنا كلها كانت متصدرة الأندية كلها. كل التوفيق لقطاع كرة السلة. طيب خلينا نروح لكرة السلة سيدات بقيادة الكابتن علي هاشم. انتوا عارفين طبعا انه برضو بيلعبوا هم الدورة المجمعة، فازوا طبعا بالثلاث مباريات، فازوا على الغابة، فازوا على الزمالك، وفازوا على الصيد ايضا. وطبعا الدورة المجمعة الثانية هتتلعب ان شاء الله على صالة الزهور بمدينة نصر من السبت الاثنين اللي جاي. طبعا احنا عارفين وتابعنا مع حضراتكم الصفقات، سبع لعيبة جداد، سبع لاعبات جداد انضموا للفريق
محتاجين هارموني، محتاجين ماتشات كتير، كل ما الماتشات هتزيد. دي طبعا صور من مباراة الزمالك اللي الحمد لله فزنا فيها بنتيجة 68-59. محتاجين هارموني كل ما الماتشات ثريا، طبعا لعيبة النادي الأهلي كل ما هنلعب مباريات كتير كل ما اللاعبات السبعة هيخشوا هارموني مع السابقين قبل كده. يمكن القايمة بتبقى 14 لاعبة، فسبعة يعني 50% من قوام الفريق أو من القايمة رقم كبير، ولكن صفقات مهمة، كان مهم إنها تيجي. كل التوفيق طبعا لكابتن علي هاشم وبطلاتنا أو بطلات الذهب. طيب هنروح لتنس الطاولة. تنس الطاولة عودونا دائما أبدا بالمكسب. الرجال حسموا بطولة الدوري للمرة 31 في تاريخه. انتم متخيلين الرقم يا جماعة؟ 31 لقب حصل عليه تنس، أو حصلت عليه الرجال تنس الطاولة رجال، وال11 على التوالي. أنا بس بقول الأرقام ليه؟ عشان الناس تعرف حجم الشغل المبذول في الألعاب دي. طبعا الفريق بيحتفل بأصبح بطريقة مؤمن زكريا، أصبح مؤمن زكريا زي ما يكون أيقونة الفوز ومذكور دائما الغائب الحاضر في كل المحافل الرياضية، اللي بتمنى له أيضا الشفاء طبعا وربنا يشفيه وكل اللي زيه. طبعا سيد لاشين الأسطورة طبعا كان ليه دور كبير. طبعا البيلي، عندك شومان نجحوا بشكل كبير في حسم نتيجة الزمالك 3-0، وأيضا كان إنبي أيضا 3-0. حاجة جميلة جدا، نتمنى لهم كل التوفيق ونقول لهم ألف مليون مبروك زي ما عودتونا دايما بتكونوا في الميعاد. يمكن كابتن سيد لاشين كان معانا من حلقتين، وعدنا إن شاء الله بطولة الدوري وصدق معانا الحمد لله رب العالمين. السيدات للأسف خسروا وخدوا مركز تاني، ولكن مفيش أي مشكلة خالص، النادي هيدعمهم وهيقف جنبهم وهيرجعوا تاني لمنصة التتويج. ده وضع طبيعي جدا، إنه الرياضة أنت معرض إن أنت تخسر أو تفوز، ولكن أنا متأكد إن شاء الله النادي الأهلي هيدعم هذا الفريق بكل قوة وإن شاء الله هيرجع تاني للمركز الأول العام القادم. طيب نروح للسكواش. عندنا مصطفى عسل. مصطفى عسل لاعب ناشئ من ناشئين النادي الأهلي، لاعب طالع ما شاء الله بسرعة الصاروخ. اللاعب ده بطل العالم للناشئين، بيلعب بطولة مصر المفتوحة دلوقتي اللي بتتلعب في سفح الأهرامات. عنده مباراة مهمة بتتلعب دلوقتي في دور الثمانية. يمكن مصطفى هو اللي لابس التيشيرت أسود برضه هيحتفل. أيوه مؤمن زكريا ما شاء الله تمام، أنا مستنيها الصورة دي يعني، أنا ما كنتش شفتها بس الحقيقة مستنيها، لأن مؤمن زكريا أصبح موجود في وجداننا ووجدان كل اللاعبين. عنده مباراة مهمة النهاردة، بيلعب مصطفى عسل مع طبعا يعني نيوزيلندي بول كول. مباراة مهمة جدا، أكبر منه في السن مصطفى، لعيب صغير طالع لسه يمكن من أول البطولات ليه بي سي أو لعيب المحترفين. كل التوفيق ليه طبعا وبنتمنى له التوفيق. ولو المباراة طبعا هو كسب ثلاث مباريات قبل كده، لو طبعا 3-0 3-0 في دور 64 ودور 32 ودور 16 برضه 3-0، النهارده دور الثمانية. الحقيقة وأنا النهارده شفت والده، يعني شفت والده النهارده كان كاتب على احد الجروبات طبعا بيدعو جمهور النادي الاهلي ويدعو اعضاء الجمعيه العموميه لمسانده ايضا يعني او لاعبين زمايله لمسانده مصطفى في المباراه ان شاء الله. بتقولوا معانا مين يا جماعه؟ طيب احنا كنا قلنا لكم خبر قبل ده، طبعا معانا سندس طبعا اللي تعاقد مع النادي الاهلي، لعبة منتخب تونس الدوليه ولعبة الافريقي التونسي، نجح النادي الاهلي في التعاقد معاها فريق كره اليد سيدات. معانا على التليفون، ازيك يا سندس؟ الحمد لله، كيف اخباركم؟ كله تمام الحمد لله على السلامه. الحمد لله، الله يسلمك الله يخليك، والف مبروك يعني علينا وعليك انضمامك للنادي الاهلي. الله يبارك فيك، عايشك، وهذا فخر لي اني انتمي لنادي كبير مثل نادي الاهلي الحمد لله. سندس يمكن احنا النهارده تابعنا كاميرا البرنامج، كانت موجوده في توقيعك، وطبعا انت تقريبا جيتي من السفر امبارح. قولي لي الموضوع ابتدى ازاي، يعني الاتصالات ابتدت ازاي مع النادي الاهلي، احكي لنا القصه كانت شكلها ايه. والله في الحقيقه اني من الاول كان الي عديد من العروض من اوروبا ومن فرق تونسيه كمان، بس لما اتصلت بي الاهلي فضلت عرض نادي الاهلي، لانه حلمي يعني اني العب مع نادي الاهلي نادي كبير، وبالنسبه لاني اول محترفه يعني في كره اليد النسائيه في مصر سيكون هذا شرف ليا والحمد لله. سندس احنا طبعا سعداء بيكي ومنتظرين ان شاء الله منك الكثير، واكيد هتنورينا وتشرفينا اكيد في الاستوديو، وبقول لك الف مليون مبروك وان شاء الله كل التوفيق ليك يا سندس، ومتشكر شكرا جزيلا. شكرا شكرا ليك. يعني ده كان تليفوننا مع سندس. سندس من اللاعبات زي ما انتم شايفين كان عندها عروض قويه في اوروبا وفضلت النادي الاهلي، اكيد هنبقى لنا لقاء معاها مفصل في كل التفاصيل دي. طيب
كده اخبارنا اخبار النادي الاهلي انتهت. اطلع لفاصل اعلاني وارجع لحضراتكم تاني عشان نكمل اخبارنا، فابقوا معنا. اهلا بحضراتكم من جديد، بستأنف معاكم اخبارنا. يمكن عندنا اولى الاخبار المحليه، اللجنه الاولمبيه طبعا برئاسه المهندس هشام حطب عملوا حفل تأبين طبعا للراحل اللواء احمد الفولي. الحقيقه اللي ما يعرفش اللواء احمد الفولي هو كان رئيس طبعا الاتحاد الافريقي للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس نادي الزهور السابق ونائب رئيس اللجنه الاولمبيه الاسبق. رجل اثر الحياه الرياضيه بكثير من يعني طبعا الادوار الكبيره اللي ساند فيها الرياضه المصريه وخاصه طبعا التايكوندو لعبته. طبعا المراسم حضرها طبعا السيد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد وسفير دوله كوريا الجنوبيه في مصر وعدد كبير من رؤساء الانديه والاتحادات. وطبعا شهدت كلمات لمحمد نجلي اللي هو احمد الفولي والدكتور عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو الحالي وكمان المستشار محمد المرداش رئيس نادي الزهور وسفير كوريا الجنوبيه. ومعاهم طبعا كلمه كانت اللواء حسن الالفي وزير الداخليه الاسبق والدكتور ناديه صبحي سكرتير عام الاتحاد الافريقي. رحم الله طبعا الراحل العظيم اللواء احمد الفولي ويا رب يرحمه ان شاء الله ويصبر اسرته. طيب نروح لخبر مهم جدا، قصه سريعه عايز احكيها لكم، لازم الناس تبقى واخده بالها من موضوع المنشطات. موضوع المنشطات ده في منتهى الاهميه. انت ممكن كلاعب، انا واحد من الناس خضعت لتحاليل المنشطات اكتر من مره بالصدفه. هما بيطلعوا لاعب بصدفه ويدخلك تعمل الايه، ياخد منك عينه ويعملك تحليل منشطات. في ادويه في السوق بتاخدها عاد، دواء برد، دواء للسنان، دواء قطره للعينين، بيبقى فيها للاسف ماده فعاله منشطه اللاعب بياخدها هو مش عارف. طيب الدكتور ايهاب امين رئيس اتحاد الجمباز طلب من مسؤولين في المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات النادو، طلب منهم برئاسه الدكتور اسامه غنيم، طلب ان هم يجيبوا له لسته او يحددوا له الادويه المحظوره على الرياضيين عشان ما حدش من اللعيبه يقع في فخ المنشطات اللي حكيته لحضراتكم. طيب ايه اللي حصل عشان يقول كده؟ في لعيبه طبعا او في اتنين لعيبه من لعيبه منتخب الوطني للجمباز اتوقفوا بسبب هذا السبب، يعني السبب اللي قلت لكم اللي هو المنشطات. دواء في ماده فعاله، اتعمل له تحليل طلع ايجابي، عمل تحليل تاني استأنف طلع سلبي. طب الوقت اللي بيضيع ده احنا محتاجين لو اللعيبه عرفت الادويه باسمها التجاري اللي في السوق، طبعا الماده الفعاله حاجه واسم الدواء حاجه. فطبعا مبادرة كويسة طبعا من رئيس اتحاد الجمباز، وعايز اطمنكم من طبعا في لعيبة ملك سليم استأنفت في الاتحاد الدولي للجمباز وتم طبعا تبرئة صحتها من المنشطات ورجعت تاني تمارس اللعبة. وطبعا انتوا عارفين ان الفريق ده اتأهل للأولمبياد، فكان طبعا خسارة كبيرة للملك. فمهم جدا ان النادو طبعا برئاسة الدكتور أسامة غنيم تحط هذه الليستة من الأدوية عشان اللعيبة ما تقعش في هذا الفخ يعني اللي مش محسوب قوي. طيب شهر ديسمبر القادم كرة السلة على موعد مع بطولة الناشئين والناشئات لبطولة أفريقيا اللي هتقام في مصر في ديسمبر القادم لتحت 18 سنة. البطولة هتتلعب في القاهرة من 1 لحد 9 ديسمبر. طبعا كل التوفيق للمنتخبات المصرية، واستضافة مصر لهذه المنتخبات أو لهذه البطولات طبعا بيدل على ثقة الاتحاد الأفريقي في مصر وأمانها من ناحية الصحية والأمان في كل شيء والبنية التحتية اللي تقدر تأهل مصر انها تستضيف مثل هذه البطولات. وطبعا عدد الفرق ما تمش تحديده لغايه دلوقتي، لان طبعا بيبقى قبل البطوله الفرق بتروح تاكد على اشتراكها ولا لا، بتبعت فاكسات الاتحاد الافريقي، وبالتالي مصر بتكون عارفه بعدد الفرق المشتركه. كل التوفيق طبعا للمنتخبين سواء ناشئين او ناشئات ان شاء الله في هذه البطوله. مركز التسويق والتحكيم الرياضي رفض طبعا الدعوه التي اقيمت من 4 انديه عشان يدخلوا او يتم ادراجهم على قائمه الجمعيه العموميه لكره اليد. مين هم الانديه دي؟ متغمر، العمال، اجا شربين. رفعوا قضيه في او رفعوا دعوه في مركز التسويق والتحكيم الرياضي على طبعا عدم ادراجهم في تصنيف اللجنه الاولمبيه، وطبعا تم رفض هذا الطعن. واكد الدكتور سامح حمدي رئيس اللجنه المؤقته لاداره شؤون اتحاد الكوره ان الجمعيه العموميه هتتعمل في ميعادها باذن الله غير من دون اي تاخير. وكره الطائره طبعا اتحاد الكره الطائره هيكون بشكل طبيعي الجمعيه وهي تتعمل في ميعادها، وهيتم ان شاء الله اعتماد اللائحه الجديده اللي هتقام عليها الانتخابات باذن الله. طيب هنروح للسكواش. السكواش يمكن لعبه مهمه جدا في مصر، وزي ما قلنا مرارا وتكرارا السكواش هي برازيل مصر. ومن المنطلق ده وزير الشباب والرياضه تبنى مشروع القومي للموهوبين وتم الاحتفال بيهم في اليوم العالمي للسكواش، وحضر
طبعا وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، وحضر عاصم خليفة رئيس الاتحاد، وأمير وجيه المستشار الفني للمشروع. واشترك والمشروع ده الحقيقة بيشارك فيه ألاف الناشئين والناشئات. وصرح وزير الشباب والرياضة أن الهدف من المشروع هو تقديم لعيبة مميزة كتير للمنتخبات الوطنية خلال الخمس سنين القادمين، عشان مصر تحافظ على صدارتها وتحافظ على نتائجها في هذه اللعبة. طبعا زي ما وعدناكم كاميرا الأبطال بتكون في كل الأحداث. كاميرا الأبطال راحت صورت أكيد تقرير في هذا اليوم، هتفرج عليه ونطلع على فاصل ونرجع عشان نستقبل ضيفي الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بنادي الأهلي. فابقوا معنا. احنا النهارده يعني بنتجول وبنشوف المشروع القومي للسكواش. مشروع قومي للسكواش هو واحد من 11 نشاط، هو نمره 12 او رياضه بنحطهم في عدد سنوات مقدارها 6 سنوات. بيحصل انتقاء للولاد، بيتحطوا في مجموعات عمل. احنا بادئين بمجموعه النادي هنا ومركز شباب الجزيره يعني، وبناخد كمان بورسعيد. احنا عندنا 350 ولد وبنت الحقيقه، هما لسه في مدار السنه الاولى، لكن السنه الاولى دي من 6 سنوات. المفروض نظام او سيستم المشروع السنتين او الاول سنتين بيحصل اختبار، والاختبار ده بيحصل ترقي الى كمان سنتين. الاول اسم مشروع قومي للناشئين، ثم سنتين التانيين بعد الاختبارات بيطلعوا المشروع القومي الموهبه وهكذا. في الحقيقة أنا سعيد جدا، شايف النهاردة يعني نماذج من المهارة وبعدين الأجهزة الفنية على أعلى مستوى برئاسة كابتن أمير وجيه وكابتن عماد في الحقيقة ريتم. وطبعا السيستم هو واحد يعني شغلين واحد، لكن المشروع القومي للناشئين والسكواش في الحقيقة في كمان ولاد مع المشروع اللي هم يعني ولادنا الأيتام يعني، فمن ضمن المسؤولية المجتمعية للمشروع شفتهم النهاردة يعني حاجة جميلة جدا وزيهم زي كل الولاد يعني. الدكتور أشرف صبحي لما رجعت من رحلة أمريكا كان في اجتماع مع الدكتور أشرف وقال لي إن في 10 ألعاب أوريدي بيتبنوا 1000 ناشئ في كل لعبة للمحافظة على الريادة، وبتوجهات من السيد الرئيس هو كانوا عايزين يبقى في عندنا مثلا 1000 محمد صلاح، اللعيبة المتميزين دول ما تبقاش طفره كده وتروح، لا احنا عايزين نبقى نكتر ونقدر ان احنا نوصل للعالميه ونحافظ على الرياضه بتاعتنا، ولو دخلنا الاولمبياد في السكواش في اي لحظه نكون لسه محافظين على الرياضه بتاعتنا. طبعا توجيه سياده الرئيس اللي هو عايز احنا كلنا اسره واحده ويبقى فيه عندنا تكافؤ فرص، وفي مواهب كتير جدا ما حدش اكتشفها. جت الفكره ان قوام المشروع منه 20% بتوجهات من سياده الرئيس طبعا لاولاد شهدائنا ابطالنا من الجيش والشرطه ودور رعايه الايتام اللي هم دول، يعني اعتبر ان هم مسؤوليه في رقبه الدوله كلها في رقبتنا ومحتاجين فرص. وانا شايف ان كانت فكره جميله جدا، والحمد لله عندنا يعني اكثر من 30 طفل من دور الرعايه، وفي لسه دور رعايه في المقطم هتبعت لنا 10 طبعا اطفال وخمس اولاد وخمس بنات في نفس سن المرحله عشان يخشوا يشاركوا. كنت ما بعرفش امشي ستريت جنب الحيطه، اتعلمت اعمل سوينج كويس مشي كوره جنب الحيطه، اتعلمت اللي انا بعرف يعني اتعلمت اللي انا اعمل فولي باك، واتعلمت حاجات كتير. ايوه اضرب الكوره جامد، ايوه اتعلم الباك هاند بس ابتديت العب كويس. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيفي الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا كابتن هيثم، وحشتنا. وانت والله، والبرنامج الجميل بتاعك منور قناه النادي الاهلي. بيتك حبيبي يعني بيتك كابتن. يا كابتن حبيبي يا كابتن. كابتن رؤوف، احنا جهزنا تقرير حلو كده لمشوارك الكبير. انت ليك مشوار كبير مع النادي الاهلي، مدرب لاعب ومدرب واعلامي، قصه كبيره كده، فخلينا نتفرج عليه ونعرف المشاهدين
بحضرتك اكتر يا كابتن. يلا بينا اعزائي المشاهدين، هنشوف تقرير طبعا اعدناه عن الكابتن رؤوف عبد القادر، نشوفه تقرير وارجع لحضراتكم تاني. يعد الكابتن رؤوف عبد القادر احد رواد الكره الطائره في مصر والنادي الاهلي، بعدما قضى قرابه نصف قرن في رحاب الكره الطائره، محققا على مدار مسيرته لاعبا ومدربا العديد من الالقاب والبطولات، بلغت 71 بطوله متنوعه ما بين بطولات محليه واخرى اقليميه، ليسجل اسمه باحرف من نور في تاريخ اللعبه، بالإضافة لبراعته الإدارية وكذلك الإعلامية. استهل رؤوف عبد القادر مسيرته في صفوف قطاع الناشئين للكرة الطائرة بالنادي الأهلي قبل أن يتم تصعيده لصفوف الفريق الأول في عام 1968، ليستمر في صفوف الفريق الأول على مدار عقد من الزمان، حقق خلاله العديد من الألقاب والبطولات بقميص الشياطين الحمر. اعتزل رؤوف عبد القادر اللعبة، لكنه لم يبتعد عن معشوقته الكرة الطائرة، فقرر العمل في مجال التدريب عقب الاعتزال مباشرة، ولأنه يعلم أن الموهبة وحدها لا تكفي، قرر الحصول على الدورات التدريبية اللازمة للعمل في مجال التدريب محليا ودوليا، قبل أن يتخذ الخطوة الأبرز في مسيرته بالسفر إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة للعمل مدربا لنادي الوحدة الإماراتي من العام 1979 وحتى عام 1987، حتى قرر العودة إلى مصر مجددا. ونظرا لقدرات رؤوف عبد القادر، لم يتردد مجلس إدارة النادي برئاسة المايسترو صالح سليم في تعيينه في منصب المدير الفني للفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة، وذلك في عام 1996 وحتى عام 2009، ليقود الفريق لمعانقة المعدن النفيس محليا وإقليميا وبلوغ قمة المجد الرياضي، بعدما ساهم مع الفريق في تحقيق 5 ألقاب لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، وأربعة ألقاب لبطولة إفريقيا أبطال الكأس، وخمسة ألقاب للبطولة العربية، بالإضافة للهيمنة على لقبي الدوري والكأس لقرابة عقدين من الزمان. براعة عبد القادر في قيادة فتيات الذهب لمنصات التتويج دفعت الاتحاد المصري للكرة الطائرة للاستعانة بخدماته لتولي تدريب المنتخب المصري، لينجح في قيادته نحو التتويج بالبطولة الإفريقية والتأهل لبطولة كأس العالم للكرة الطائرة باليابان. شهد العام 2009 انتقال رؤوف عبد القادر إلى مرحلة جديدة في حياته المهنية، بعدما تقلد منصب مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي حتى عام 2014، والعمل كمدير تنفيذي لاتحاد الطائرة حتى 2018، ثم العودة مجددا لإدارة النشاط الرياضي بالقلعة الحمراء، ليضيف رؤوف عبد القادر سطرا جديدا في كتاب المجد الرياضي أثناء توليه مهمة النشاط الرياضي، بتفوق كامل للشياطين الحمر في كافة الألعاب الجماعية والفردية، بعدما نجح في استعادة العديد من النسور الحمراء لتحلق مجددا في سماء الجزيرة، بالإضافة لتصعيد الناشئين والناشئات من أبناء النادي واستقطاب المواهب، ترسيخا لرسالة نادي الوطنية التي تتمثل في إمداد المنتخبات الوطنية بنسور القلعة الحمراء لترفع راية الوطن في المحافل الدولية. اهلا بحضراتكم من جديد. قبل ما استأنف طبعا حوارنا اللي احنا مستنيينه مع كابتن رؤوف عبد القادر، بحب طبعا انوه مصطفى عسل لاعبنا، طبعا لاعب السكواش او لاعب النادي الاهلي اللي بيلعب في بطوله مصر الدوليه دلوقتي في السكواش، متعادل 1-1 في دور الثمانيه مع اللاعب الكندي نيوزيلندا، انا اسف،
بول كول اول شوت مصطفى خسره 11-8 ولكن استطاع انه يتعادل الشوط اللي بعد كده يكسبه 11-9 ويتعادل بنتيجه 1-1 في الاشواط. هنتابع معاكم ونشوف مصطفى ان شاء الله عمل ايه. كابتن رؤوف يمكن مشوار حافل الحقيقه يعني اكيد بتعتز بيها يا كابتن. والله في البدايه طبعا بشكر قناه النادي الاهلي على التقديم الجميل ده، وبقول احنا كلنا يعني اولاد النادي الاهلي في خدمه النادي الاهلي سواء كلاعبين او كمدربين او كمسؤولين، اتعلمنا من اللي قبلينا وبنحاول على قدر الامكان ان احنا نجتهد، كل ده لخدمه الكيان. اكيد يا كابتن وده مش غريب عليك ان حضرتك تقول الكلام ده. خلينا اخش حضرتك بقى في المضمون على طول. حضرتك توليت المسؤوليه الاخيره من 2018. تمام. واكيد لما جيت قيمت الموقف وشفت الدنيا في الالعاب عامله ازاي، ايه الخطه اللي حضرتك حاططها من 2018 وماشي عليها حتى الان؟ يعني هو في الحقيقه في البدايه يعني انا بحب يعني انا ما بحبش ان انا انسب اي شيء لنفسي انا شخصيا، احنا سلسله وبنكمل بعض، سواء انا مسؤول النهارده عن اداره النشاط الرياضي، في ناس قبلي كانت مسؤول عن اداره النشاط الرياضي، فبالطبيعه يعني احنا راجعنا كل النتائج بتاعت الفرق سواء الجماعيه او الفرديه، وابتدينا نقيم الموقف، الاجهزه الفنيه الموجوده، مجموعه اللاعبين الموجودين، قدمنا خطه يعني خطه طويله وخطه قصيره. الخطه القصيره كانت تعويض النقص الموجود في اسرع وقت، والخطه الطويله دي بتعتمد على الاعتماد على القاعده العريضه من الناشئين ووضع استراتيجيه لجميع الفرق الرياضيه، مستوى الاعمار اللي موجود في كل فرقه ما بين جيل كبير وجيل وسط وجيل جديد او من الاشبال، قعدتهم ايه والخطه المستقبليه بتاعتهم ايه علشان نضمن الرياده، لان احنا في النادي الاهلي تعودنا وتعلمنا ان التارجت بتاعنا هو المركز الاول بالظبط رقم واحد. فطبعا سهل جدا زي ما الناس عارفه الحصول على المركز الاول، لكن الصعوبه كل صعوبه المحافظه على القمه، وده اللي احنا بنهدف له كنادي اهلي طول عمرنا اللي تعلمناه من الاجيال اللي قبلينا يعني. طب خلينا نتكلم يا كابتن لعبه بالاخص طبعا لان جمهور النادي الاهلي طبعا بنتابع كل الالعاب بشكل كبير. نبتدي بالكره الطائره، يمكن حضرتك لما مسكت كنت حريص ترجع اولاد النادي الاهلي تاني، حضرتك كنت شايف ازاي سواء رجال او سيدات الكره الطائره؟ يعني الفريق الكره الطايره يعني احنا بنسميه فريق الذهب، هبتدي بالبنات يمكن عشان كان ليا الشرف ان انا دربت الفرقه فتره طويله. الفريق ده يعني بيعمل انجازات، اعتقد ان المركز الاعلامي في النادي الاهلي دلوقتي في صدد المحاوله لفعل مراسله موسوعة جينيس عشان عدد مرات الفوز ببطوله الدوري صحيح. في مصر يعني تعدت ال 24 سنه على التوالي، ما اعتقدش ان في فرقه ممكن محققه هذا الانجاز، دبل الاضافه الى عدد البطولات الافريقيه اللي هي محققاها. يعني لما بنقول مثلا فريق القدم هو فريق القرن بالنسبه لكره القدم، فبرضو اعتقد ان فريق القرن مش اعتقد الاحصائيات بتقول ان عدد البطولات اللي حققها على المستوى الافريقي بيجعله هو متوج. ده بالاضافه ان المجلس الاعلى في افريقيا تم اختيار فريق كره الطايره للسيدات صحيح. في هذا الموسم الفريق الجماعي الاول في القاره الافريقيه على المستوى النساء على المستوى النساء. بالنسبه للرجال ادى الجائزه لفريق الجزائر لكره القدم عشان كان فاز ببطوله الامم الافريقيه لكره القدم، وفريق النادي الاهلي لكره الطايره هو في المركز الاول. فاللي انا عايز اقوله في مجموعة من اللاعبات وزي ما قلت جيل بيسلم جيل، في أجيال بدأت يعني قديمة، ممكن في ناس لا تذكر الأجيال القديمة الأولى، ولكن يمكن أقول الإنجازات بدأت على إيد مجموعة من اللاعبات زي تاني توسن ومنى عبد الكريم وهناء حمزة ومش عايز أنسى حد يعني، وبعد كده من جيل لجيل لغاية ما نوصل للجيل الحالي آية الشامي وفريد العسقلاني ونهلة وشروق والمجموعة اللي معاها. فالنهاردة احنا مازلنا على قمة البطولات الأفريقية،
وايضا محافظين على التفوق الموجود. بالتالي ما احتاجناش السنه دي صفقات جديده يا كابتن في الكره الطائره النسائيه، يمكن الحمد لله احنا عندنا افضل لاعبات، يمكن المحترفه بس هي اللي انضمت. يعني هل في تخطيط لحاجه او خلاص كده بالنسبه لنا برضو مش محتاجين؟ الكابتن حمدي الصافي ابدى رغبته في ضم ليبرو من نادي الصيد، واحنا بنحاول ان احنا دلوقتي نخلص الاجراءات ووصلنا لمرحله كبيره، دي الحاجه الوحيده اللي هو طلبها. تمام. الى جانب اللعيبه البرازيليه اللي تم الاستعانه بيها، واعتقد ان مجموعه اللاعبين الموجودين دول هنشارك في افريقيا يا كابتن لو اقيمت، يعني دلوقتي احنا جاهزين نروح مفيش مشكله. احنا في اي وقت يعني هي كانت البطوله المفروض ان احنا هننظمها قبل جائحه كورونا. يعني حضرتك النادي الاهلي فعلا هو اللي كان حظى بشرف تنظيمها. ولسه حتى الان احنا اللي جاهزين، يعني مستنيين لغايه دلوقتي. طب هل في اتصالات مع دكتور عمرو مثلا هتقام ولا لا؟ يعني برضو منتظرين يبقى قرار اتحاد افريقي. وليه؟ لان الظروف اتغيرت النهارده، ويعني طرق المواصلات ومين كم فرقه هتشارك، الحاجات دي مهمه جدا في التنظيم يعني. طيب الرجال، نروح على الرجال يا كابتن الطايره. يمكن حضرتك لما توليت المسؤوليه كان يمكن احمد صلاح وعبد الله عبد السلام كان يعني محتاجين يرجعوا لفرقتهم، كان حصل تدعيمات، عملت ايه برضو في موضوع الطايره وفكرك ماشي ازاي، خاصه ان احنا حتى الان ما تمش التعاقد او الاستعانه بلاعب محترف، هل في نيه كمان الاستعانه بيه ولا لا؟ يعني هو في الحقيقه يعني حلقت الخيط الاخير من كلامك، بالفعل المكتب التنفيذي وافق في جلسته الاخيره على ضم لاعب برازيلي تقدم به كابتن محمد مصلحي، والحقيقه السي في بتاعه عالي جدا، وتم تحليل المباريات بتاعته، ثلاث مباريات كامله ده بالاضافه للهايلايتس اللي اتبعت، لعيب مستواه كويس جدا، وبالفعل يعني في غضون ايام هيوصل لمصر. فعايز اقول ان فريق الكره الطايره برضه زي فريق البنات، يعني اعتقد في الثلاث سنوات الاخيره يعني من 2018 من ساعه ما تولينا المسؤوليه هو محافظ على البطولات بتاعته سواء المحليه او العربيه او الافريقيه. جيل من ذهب، جيل انا اعتقد انه من احسن الاجيال اللي جت في فريق النادي الاهلي، وايضا في منتخب مصر حقق انجازات على المستوى الافريقي والعربي. صحيح. وكمان الدولي بالنسبه للمنتخب مجموعه. عايز اقول يعني من الحاجات اللي ممكن بتقلم الواحد او اي حاجه، ان بالرغم من الانجازات بتاع هذا الفريق بعض الاصوات بتاعه بتتكلم على سن الفريق او اعمار الفريق، واستشهاد باحمد صلاح وعبد الله عبد السلام. بس هم ردوا يا كابتن. يعني هو ده اللي حضرتك قلت، يعني ردوا في الملعب يعني خلاص. عمر اللعبه ما كان بالسن ولا اي حاجه. صحيح. ولكن العطاء بتاعهم اعتقد ان هو لعده سنوات اخرى. صحيح. احنا شفنا بسم الله ما شاء الله مثلا اسماعيل احمد بيلعب في الاتحاد السكندري وحاجه و40 45 سنه بالظبط، مواليد 76 بالظبط، وبيلعب وبيأدي لغايه النهارده في العطاء. كابتن طارق الغنام برضه لغايه سن قد ايه لعب بالظبط. وانت برضه كابتن برضه يعني 30 سنه 39 صحيح. يعني فالنهارده يعني الموضوع مش موضوع سن، ولكن عايز اقول برضه في استراتيجيه ان يعني في اعمار كبيره، في اعمار متوسطه، وفي ثلاث اجيال في ثلاث اجيال موجودين. ده بالاضافه في تخطيط معروف ان السنه الجايه 2021 مين في لعيبه فري هتبقى موجوده، وتم يعني مخططين للكلام ده اكيد كل حاجه. طب خليني اعرف من حضرتك الكلام ده بالتفصيل كمان، لان الطايره الحقيقه برضو محتاجين نعرف المستقبل القريب، بس اعرف حضرتك الحاجات دي بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل اعلاني ونرجع نكمل حوارنا الممتع الحقيقه مع الكابتن رؤوف عبد القادر. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا بنستأنف حوارنا مع الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. كابتن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الطايره سيدات، الطايره رجال، طمنا حضرتك قلت حاطط استراتيجيه السنة الجايه وعينك على اللعيبه اللي هتبقى فري واللعيبه بتوعنا المعارين للخارج برضو. هننتقل طبعا على كره السله. كره السله يمكن جمهور النادي الاهلي عنده تساؤلات كتير جدا، ليه ارقامنا مش عاليه في البطولات بالرغم من اخر 20 سنه احنا احسن ارقام في مصر، ولكن بدأ بناء الفريق يمكن السنة اللي فاتت صفقات كانت كبيرة، جينا السنة دي كملنا. رؤية حضرتك لفريق كرة السلة رجال ايه؟ تملي احنا بنركز على يعني الفريق الأول، هو صحيح العنوان بتاع النادي،
لكن ما ينفعش ان انا اقيم جهاز كره السله على الفريق الاول للرجال. صحيح. جهاز كره السله عندي فريق السيدات، عموم السيدات، مجموعه من الشابات والمرتبط بالنسبه للبنات، ايضا بالنسبه للرجال ايضا هناك المرتبط و18 سنه و20 سنه. وخدنا الدرع السنه اللي فاتت رجال وسيدات بالظبط. اذا لما تيجي تشوف درع السيدات درع الرجال الاثنين احتفظ بيهم النادي الاهلي يعني. ومش كده بس، يعني بعد كورونا الاتحاد استأنف نشاط ثلاث بطولات للناشئين، بطوله 20 سنه للرجال وبطوله 18 سنه، وفاز بيهم النادي الاهلي ببطوله الجمهوريه المركز الاول والمركز الاول، وثاني في البنات ال 18 سنه برضه فاز بالبطوله بتاع 18 سنه. طيب استأنف الدوري بتاع السوبر بتاع البنات واستطاع الحمد لله البنات الفوز بعد الماراثون الكبير في البلاي اوف مع نادي سبورتنج وتقديمه تاخير 1-0 2-1 بالظبط كده. اذا ان احنا بنتكلم بطوله 2 3 4 5 خمس بطولات، النادي الاهلي بعد كورونا احرز اربع بطولات من الخمسه. هنقول طبعا ان احنا طماعين، او حضرتك قلت ان دايما الدرجه الاولى بتبقى او الفريق الاول هو العنوان، هو العنوان. فاحنا بالنسبه لنا كنادي الاهلي التارجت بتاعنا لاي فريق ان هو المركز الاول زي ما اتفقنا. طيب السله في مصر وضعها غير اي وضع لعبه تانية. اولا هنشوف لغايه الموسم اللي فات كل ماتش اي فرقه بتروح تلعبها مش ضامنه النتيجه، النتيجه معلقه داخل الملعب. صحيح. بمعنى يعني ممكن مثلا دوري اليد او الطايره وانت رايح يمكن عارف متوقع نتيجه المباراه، متوقع النتيجه. طبعا الرياضه ما فيهاش توقع لحاجه، لكن على قدر الامكان بتبقى انت قاري الموضوع. ولكن كره السله عند حضرتك في الاهلي، عند حضرتك الزمالك، الاتحاد، سبورتنج، الجزيره سموحه، يعني في لعبه فيها حوالي خمس ست فرق، كل المباريات كلها لا تحسم الا داخل الملعب في الثانيه الاخيره. اذا طبيعه الباسكت المنافسه عليها قويه، ولدرجه شوف حضرتك توزيع بغض النظر عن الموسم الاخير فوز الاتحاد السكندري بالثلاث بطولات الرئيسيه، ارجع للسنه اللي فاتت ممكن تلاقي نادي واخد كاس، نادي واخد واحد المرتبط، واحد واخد البطولات متوزعه بالظبط. هتبص للسنه اللي قبليها، اذا القوة متغيره. طب النهارده البنى بتاع فريق في كره السله ما بين مش بتاع يوم وليله، المعروضين في السوق اساسا عشان تدعم بيها الفريق بتاعك العدد بتاعه محدود، وكل فريق عنده نجوم ومحتفظ بيهم. اذا النهارده انا لما اركز صفقتين من العيار الثقيل اللي هم جبناهم في الاخر من نادي الجزيره، عمرو الجندي وعمر طارق بالظبط كده اهوت، دبل الاضافه الثلاث برضه احمد حمدي طبعا اللي كان صورنا دي صفقات كره السله. فبالظبط يعني احنا فوجئنا باحمد حمدي وكمان ومهيب ومهيب ومودي من مصر التامين. اذا يعني انت بتتكلم في حوالي اللي موجود والاحسن انا بجيبه على طول. واعتقد ان جميع الخبراء بتاع كره السله اجمعوا ان اللعيب المحترف الامريكي بتاعنا أليكس يعتبر في احسن، في وجهه نظر انه احسن محترف. صحيح. في الدوري السوبر، وتم التجديد معاه، تم التجديد ده بضيف للتدعيمات اللي تمت السنه اللي فاتت. هيبقى مين واكثر من لاعب ايضا، عبد الفضيل والبحيري من الاول، وده بالاضافه بقى لنجومك اللي هم شايلين الفريق بتاعك اللي بقى لك خمس ست ابراهيم الجمال ومودي جرحي، مش عايزين ننسى حد. يعني ناس كتيره، وابو الفضل يعني اكتر من واحد، والسلعه وربنا يشفيه باذن الله، وسيف سمير، وانا خايف انسى حد. لا لا لكن اللي انا عايز اقول لا عارفينهم يعني اللي ايه النجوم الموجودين. يعني افهم من كلامك كابتن روف ان بناء فريق كره سله حضرتك شايف اللي احنا شايفينه برضو انه صعب، والمتاح في السوق بيبقى قليل، و السنه دي النادي زي ما بيقولوا دخل بتقله جامد جدا في صفقه عمرو وعمر طارق، لانه كانت يعني احنا شفنا المفاوضات راحت وجات كتير. فافهم من كلامك انه البناء بياخد سنه ورا الثانيه ورا الثالثه، صح يا كابتن الكلام اللي انا بقوله؟ صح. طيب ونرجع بقى مع بعض كده الموسم اللي احنا فيه ده. تمام. بالرغم ان نادي الاتحاد السكندري يعني امتلك مجموعه من اللاعبين على مستوى عالي جدا، لكن هتتذكر معايا
مباراة المرتبط مع نادي الجزيرة، كان نادي الأهلي متقدم 7 بونت وكان فاضل 14 ثانية، يعني كنا قاب قوسين أو أدنى ناخد البطولة. هنبص الماتش بتاع الكاس لغاية آخر ثانية، كرة على إيد أليكس وبيرمي ثلاثية، لو نزل في الباسكت خدنا الكاس. كرة قعدت تتنطط على الحديدة وفي الآخر طلعت بره. كنا قريبين اصل حضرتك، احنا قاب قوسين او ادنى كنا ناخد الكاس. النهارده برضو في الماتش اللي هو بتاع البي اوف بتاع السوبر، الماتش الرابع، كنا 2-1 وكنا قادرين ناخد بالزبط. نبقى 2-2. عايز اقول لحضرتك ان الدنيا قريبه، يعني في توفيق وعدم التوفيق، لكن انت عملت نتيجه قريبه جدا على حسب التخطيط السليم. طيب في بعض المراكز اللي فيها ديفوهات، الجهاز الفني هو اللي بيحدد لنا احتياجاته ايه، واحنا بننطلق في المفاوضات والحمد لله يعني ربنا كرمنا بفريق اعتقد برضو، يعني عايز اقول لحضرتك كل حاجه راجعه للتوفيق وعدم التوفيق. صحيح. عشان برضو ايه ما نعملش نوع من الضغط على اللاعبين والمجموعه، لان دلوقتي كل الجمهور بقى فيه نوع من الضغط عليهم وده بيجيب اثر عكسي. برضو ده هيخلينا نتطرق للشيء يا كابتن هيثم، السوشيال ميديا. السوشيال ميديا النهارده اصبحت بتشكل ضغط رهيب جدا يا سيدي على اداره النادي او علينا كمسؤولين ولا حاجه، احنا نتحمل مفيش مشكله، لكن حتى اللاعبين النهارده كان زمان يعني بذكروني يعني في شبابي كان في الاستاذ نجيب المستكاوي الله يرحمه، كان تملي بعد كل ماتش بيعمل درجات لكل فرقه، يعني ال11 يقول فلان الفلاني 9 من 10، فلان الفلاني 8 فعلا. كان كل الجمهور تاني يوم يستنى علشان يشوف التقييم بتاع كل لعيب، واللعيبه نفسهم بيبقى بيلحق الصبح عشان يشتري الجورنان عشان دلوقتي على طول بعد الماتش السوشيال ميديا بتكرر. فالنهارده انت لما تحط اللعيب تحت الضغط، والنهارده اصبحت تتدخل في الامور الفنيه وبتحط في كم اسيست وكم ثلاثيه وكم كذا، فالنهارده وبتنقد افرض لعيب النهارده مش موفق او اي حاجه، يبقى ضغط نوع الضغط عليه. اللعيب محتاج ان هو يطمئن، اللعيب محتاج ان هو بيلعب، يعني انت مقدر الكلام اللي انا بقوله، وانت بتلعب الثلاثيه دي لازم من جواك تبقى مش همك. لو يعني انا فكرت بحاول اجلي لو فكرت ان انا أجلي. بحاول، انا شايف ان انا في وضعيه ان انا لازم اصوب، لكن بقى لو حطيت في دماغي اصلا اتهاجمت بقى لما ضيعت النوبه اللي فاتت هضطر اروح مديها لزميلي، يبقى هبتدي مفيش حد هياخد القرار. ليه؟ كل واحد هيهرب من الزمن. صحيح. اذا النهارده اصبحت في امور فنيه مفيش حد يعرفها الا مدرب الفريق. صحيح. انا شخصيا كمدير نشاط رياضي لا تتدخل في اي اعمال فنيه خالص من الفريق، حتى الكره الطايره اللي هي لعبتي لا اتدخل خالص بالمره، ولا في اختيارات المدربين للاعبين ولا اي حاجه، لان في اجهزه دي بتقيم اخر الموسم، وبالتالي يجب ان تعطى الفرصه كامله ولا حساب الا اخر الموسم. فبالتالي صحيح. انا لا اتدخل في اي قرارات فنيه، بالرغم ان انا يعني كثر الاحتكاك في الفيفا الالعاب بتعرف، لكن اللي انا عايز اقوله ايه، يعني بناشد من البرنامج بتاعك يعني اولادنا واخواتنا في السوشيال ميديا، يعني الرحمه باللاعبين. وفي نفس الوقت موضوع تاني برضه عايز اكلمك عليه، لما توصل لهم معلومه مثلا ان احنا مثلا بنتفاوض مع اي لاعب او لاعيبه او اي حاجه، يعني المنافسات لسه شغاله، عايز اقول مش حاجه حلوه ليه، لانك انت لما بتنشر حاجه انت عارفها انت ممكن تبوظ المفاوضات، ممكن انك انت تعطلها، ممكن يخش نادي تاني بحيث انه يرفع القيمه الماديه. بس يا كابتن اقول لحضرتك حاجه في القصه دي او الموضوع ده، ما تقدرش تحكمه، لان دي 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 معلومه بره، يعني 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 وبالاضافه طبعا ان دي يعني زي ما تقول سوشيال ميديا، فانت حتى لو جمهورنا ما قالش ممكن حد تاني يقول، بس دي مش هنقدر نحكمها قوي. انما انت قصدك ان دي بتضر المفاوضات اكيد، واتيفر طلعت من مين اكيد، انت لازم تتعاون معايا، لانك انت في بيتك. صحيح. انت لو انت محايد يعني كويس قوي، ده سبق والحق ومن حقك انك انت تنزله، لكن انت ممكن انك انت بتتكلم باسمي، لما انت لما بتتكلم باسمي صحيح انت مش موقع رسمي بتاع النادي الاهلي ولا اي حاجه، ولك انت اساس انشاء السايت بتاعك ده هو حبك للنادي الاهلي. صحيح. فبالتالي انت عنصر معانا وبتساعدنا، بالعكس انت يعني ممكن تبقى انت عارف المعلومه وتخليها علشان
تتأكد لغاية ما تتأكد ويحصل. أنا ما بعلنش عن صفقة إلا لما يتم التوقيع يمضي ولو قد في جيبي زي ما احنا شايفين. حتى نادين السلعاوي هي حتى في اليوم الإمضة بتاعتها في كل اللاعبات سندس النهاردة حضرتك ما أبدا ما بتعلنش حتى. وإحنا هنا حتى في البرنامج بنحترم ده رغم إحنا بنبقى عارفين، ولكن فأنت قصد حضرتك اللي يبقى فيه السوشيال ميديا لازم يتم استخدامه بالشكل اللي يساعد النادي يعني وبيساعد اللاعبين. تفرق كتير جدا يعني. الولاد مجتهدين جدا يعني لازم محدش عايز يلعب وحش. لا لازم نعترف، لا الولاد اللي هم ماسكين الحاجات بتاعت السوشيال ميديا يعني انا بستغرب يعني بيجيبوا معلومات جميله مجتهدين جدا جدا جدا. اولا وبيحبوا النادي الاهلي طبعا، كل واحد يحب النادي الاهلي بطريقته صحيح. فهم يعني احنا لازم نشجعهم وكل حاجه لان ده شيء مستجد علينا يعني. احنا كاجيال يجب ان احنا نتجاوب مع العصر ومع ان النهارده هو الجيل الرابع والدنيا لازم نحترمها وكل حاجه. بس ايه من خلال البرنامج بقول لازم يحصل في نوع من التعاون ما بين المواقع دي كلها، وامتى تنزل الخبر وامتى ما تنزلش الخبر، ما تضغطش على لعيبتك حتى لو في نقد يبقى النقد بطريقه كويسه، ما تضغطش على لعيبتك بناء. انت قصدك حضرتك يبقى النقد بناء لمصلحه الفريق ويبقى التوقيت برضه حضرتك. واحنا اللي بنحاول والله يا كابتن كل ده لاسعاد الجمهور طبعا، الناس كل اللي احنا بنعمله ده طبعا لاسعاد الجمهور. طب خلينا ننتقل من حضرتك، احنا اتكلمنا على كره السله رجال، كره السله سيدات سبع صفقات من العيار الثقيل يعني يمكن بسبع لعيبه من 14 لعيبه، ده كان ميركاتو كبير جدا. بس خليني اعرف راي حضرتك، بس خلينا نروح لفاصل يا كابتن وارجع لحضرتك تاني. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل اعلاني ونرجع مع كابتن رؤوف نستكمل هذا الحوار الشيق. اهلا بحضراتكم من جديد، وبنستأنف حوارنا الشيق الحقيقه مع كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. كابتن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن كره السله سيدات، سبع صفقات من العيار الثقيل تم تدعيم بهم الفريق، كيف ترى هذا الفريق هذا الموسم؟ برضو هحاول ايه السبب الكم الكبير ده بالنسبه للانتقالات. ان اتحاد كره السله لاول مره طبق عقود الاحتراف على اللاعبات زي اللاعبين. اتحاد السله سبق جميع الاتحادات بالنسبه للاحتراف للاعبين، ولكن قرر ان هذا الموسم 2021 ان كل لاعبه يجب انها تكون موقعه على عقد احتراف موحد صادر من الاتحاد. ده معناته ايه؟ ده معناته ان هو اصبح كل لاعبات مصر كانه موسم انتقالات، اصبح جميع لاعبات مصر فري بما فيهم لاعبتي انا بتاعت النادي الاهلي. كل اللي كانوا بيلعبوا الموسم اللي فات معايا اصبحهم لعيبه فري. بقى عندك هدفين. الهدف الاول ان تحافظ على اللعيبه بتاعتك وعلى نجومك طبعا، وفي نفس الوقت الهدف الثاني اللي هو ضم العناصر المميزه في مصر. فالخطه الموضوعيه حطها طبعا الجهاز الفني وحط احتياجاته ايه بالحرف يعني. كل ما طلبه الجهاز الفني تم توفيره، سواء الصفقات الداخليه اللي زي ما حضرتك قلت وصلت العدد لسبعه، زائد الاختلاف التكتيكي في اللعيب المحترفه. بمعنى بعد ما الكابتن علي هاشم اختار التشكيله بتاعته من الدوري المحلي والانديه المحليه، شاف بقى ايه المكان اللي ناقص، فاصبح المكان اللي ناقص عنده ممكن عايز حد طويل تحت الباسكت. النهارده تم برضو الموافقه على التعاقد بلعيبه من دبليو بي ايه دبليو ام بي ايه ولعيبه يعني السي في بتاعها عالي جدا. فالنهارده الحمد لله زي ما عملنا في فريق كره السله رجال، الحمد لله كره السله سيدات فريق ربنا ان شاء الله هو البطل وان شاء الله يحافظ على ده. خلينا كابتن نروح على الالعاب الفرديه سريعا عشان الوقت بيمر. في انجازات كبيره حصلت السنه دي في السباحه، الجمباز، الكاراتيه، كل الالعاب حصل فيها انجازات كبيره، كلمنا عنها يا كابتن. يعني هو الحقيقه يعني تملي الالعاب الصالات هي اللي بتشد الانظار بالنسبه للمتفرجين وللناس والميديا وكل حاجه. فمهما حققنا انجازات في الالعاب الفرديه هي دي بقى النهارده اللي بنسميها الالعاب الشهيده. يعني زمان كان يطلق الالعاب الشهيده على الالعاب غير كره القدم. لا النهارده اصبحت السله والطايره واليد دخلت ما بقتش شهيده. فعلشان كده احب اقول لك ان في يعني تفوق
كامل بالنسبه للالعاب الفرديه. ما اعرفش ليه ما بيتركز عليها السبوت، يعني الالعاب القوى لما بتكسب كل البطولات. تيجي بالنسبه للجمباز، كم حوالي 158 ميداليه متحققه السنه دي، فريق الدرجه الثانيه لاول مره بيفوز، ودي حاجه ما حصلتش قبل كده. نيجي نبص بالنسبه للالعاب الماء، انت كنتش موجود على الخريطه بتاعه الغطس، لاول مره فريق الغطس بتاعك بيكسب البطوله. فريق الوتر بولو كان عبد السلام اللي تاهلت الاولمبيات لتاني مره بالظبط كده. والوتر بولو يعني المنافسه كانت محصوره ما بين هليوبلس والجزيره، وكان بيجي الاهلي من بعيد. ممكن من بعيد. لا النهارده انت الحمد لله صحيح. بعد قرارك الترباوي بوقف 7 لاعبين بعد المشكله الشهيره ما بين النادي الاهلي ونادي الجزيره وتصعيد الناشئين، استطعت الفوز بكاس مصر، وان امبارح اتعادلت مع الجزيره في الماتش الاول بتاع البلاي اوف، وبكره عندنا الماتش الثاني على عندنا على ارضنا في حمام السباحه بتاعنا الماتش الثاني، يعني قاب قوسين او ادنى من الفوز ايضا ببطوله الدوري ان شاء الله. بالنسبه للسباحه، السباحين بتوعنا كلهم على طول مسيطرين على 90% من الايفنتات كلها. احمد اكرم، علي خلف الله، طبعا لعيبه النجوم، لعيبه كلهم ناس بتوعنا الحمد لله اللي في الجامعات الامريكيه، وعادوا كلهم من احسن السباحين اللي في مصر. هتبص بتلاقي العاب المضرب، هتبص تلاقي يعني حتى الانجازات العالميه كلها اللي بتتم، سواء مصطفى عسل اللي حضرتك بتتابع سكواش اللي هو نتيجه المباراه دلوقتي 2-2 يا كابتن علي. طيب يعني برضو ده سبق بالنسبه للساده المشاهدين. ونبص في ناس كتير، ماير شريف مثلا التنس. بالنسبه للتنس هتبص حضرتك طب التفاوض مع ماير ماشي كويس يا كابتن؟ ان شاء الله الدنيا ماشيه كويس باذن الله ان شاء الله. يعني هو الحقيقه طبعا هي بعد ما رجعت على طول، يعني الاتصال على طول موجود ما بيننا وما بينها، وباذن الله يعني عن قريب على طول بتتوقع بالاستمرار مع النادي الاهلي. وهي بنت النادي الاهلي اكيد طبعا. اكيد اكيد اكيد, أكيد. بس يعني عايز اقول لحضرتك طبعا بعد الحاجه الكبيره اللي هي عملتها بعد ما رجعت، وكانت فتره قليله اللي عدتها في مصر، قعدت اسبوع بس، فيعني ما كانش يعني لا ما كانش في وقت جاي كتير والموسم طويل لسه ما بداش. في عندنا برضو في تنس الثوره، صحيح امبارح استطعنا الفوز ببطوله الرجال للمره 31 ال 11 على انجاز، لكن انا تملي عيني تملي ما ببصش الفرقه اللي بتكسب، انا عيني كمدير نشاط رياضي ومش انت بس يا كابتن، الجمهور نفسه يعني على الفرقه اللي بتخسر، لكن زي ما بقول لك يعني شيء ايه لما حضرتك تيجي تستعرض. طب السيدات عندك خطه ان شاء الله السنه الجايه لسيدات التنس الطاوله يا كابتن؟ هل في تدعيمات هتحصل ولا؟ يعني عايز اقول لحضرتك ايه، احنا هاخد اعتقد منك الخيط فريق كره اليد السيدات برضه. حاجه اقول لك يعني انا لما بتكلم تملي بتكلم على الفرق اللي ما حققتش الانجاز بتاعها على طول، يعني وصول اللعيبه امبارح سندس والنهارده توقيعها في مكتبي النهارده، ده دعم سريع ليه؟ لان احنا لما بنشوف ان في اي حاجه محتاجه الدعم صحيح، يعني مركز سنتر هاف في الفريق كان محتاج دعم بالظبط، ومحتاج دعم من لعيبه ليفل 1 بالظبط. نيجي بص بقى للتنس الطاوله، انت كنت متربع على عرش التنس الطاوله بقالك سنين طويله، مده طويله رجال وسيدات. النهارده بتيجي تبص النهارده مثلا احسن لعيبه المفروض عندك ومصنفه دينا مشرف النهارده سافرت المانيا واحترفت ايضا، يعني مثلا نادين برضو لما تيجي يعني لسه كانت في حاله ولاده ولسه جايه ما لحقتش ترجع للمستوى الطبيعي بتاعها، لكن لما تيجي تبص امبارح هنا جوده عندها 13 سنه و14 سنه، كانت صحيح. واحده من الثلاثه اللي كانوا بيلعبوا بنت 13 سنه هنا جوده، ومروه الهديبي، ولما تيجي تبص مجموع الافرج بتاع السن صغير ده يطمنك، ده بالاضافه لمجموعه اللاعبات اللي كانوا قاعدين. فبرضو يعني احنا عينينا على اي دفوهات بتحصل او، لكن يعني حجم الانجاز اكبر بكبير هو جدا. هو ده اللي انا عايز اقوله، انا باخد الكلمه لازم اقيس يعني. هو التارجت بتاعي ان انا الحمد لله ان انا افوز بكل البطولات وكل حاجه وده هدفي، لكن لما يكون انا كم البطولات اللي انا دخلتها كسبان منها 90 او 95% ممكن الناس بتسيب كل حاجه وتمسك في الحاجه اللي فيها ارساخ. كابتن هو ده النادي الاهلي، عشان كده انا بقول لك ايه، بقول لك انا عيني تملي على الحاجه اللي بيحصل فيها اخفاق مش الطبيعي اللي احنا بنكسبها. صحيح يا كابتن، والحقيقه كان حوار جميل جدا مع حضرتك، نورتيني وشرفتيني يا كابتن رؤوف، وبصراحه اتمنى لك كل التوفيق
على المستوى الشخصي والمستوى المهني يا كابتن؟ حبيبي يا كابتن هيثم، وانا كنت سعيد جدا في وجودي معاك، شخصيه محترم ومحاور جيد في ظل التجديدات الجماليه دي. انا فوجئت طبعا، باجي كذا مره قبل كده في القناه، فببارك لكم على الحاجات الجميله اللي موجوده هنا اهوت، ووجود حضرتك في البرنامج ده اضافه كبيره، وانا متابع جيد للبرنامج بتاعك، وربنا يكرم الى الامام باذن الله. ده شرف كبير لما يطلع الكلام ده من حضرتك، اللي انا وقعت عقود انضمامي. فاكر يعني؟ طبعا. يعني عقود انضمامي للنادي الاهلي احسن خطوه في حياتي كانت على ايد حضرتك وفي مكتب حضرتك، وده لن انساه ابدا. يعني مدام حيانا الله سبحانه وتعالى على الارض، يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كبير، وكانت اضافه كبيره للنادي الاهلي يعني. شكرا يا كابتن، نورتني وشرفتني حبيبي يا كابتن. شكرا. اعزائي المشاهدين، هذا كان حوارنا مع كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. مسؤوليه كبيره كانت ملقاه عليه، اتكلمنا معاه في كل حاجه. انتظرونا ان شاء الله يوم الاربعاء القادم، اولى الحد، انا اسف، الحد القادم ان شاء الله حلقتنا الثانيه او التاليه في الابطال، قصه جديده وبطل جديد مع الابطال. شكرا جزيلا.